بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا المساء تشرفت بزيارة أخي وصديق الباحث منصور بن عودة العميشي الذبياني الجهني، وبحضور والده العم والشيخ عودة بن بركي العميشي الذبياني وأبنائه محمد ويوسف، وعلى مائدة تراثية أكثر من رائعة معروفة في المنطقة وعند ذبيان خاصة، وهي عصيدة البر التقليدية. وأشكره على إعادتنا إلى هذه التقاليد الجميلة الأكثر من رائعة، وإعادتنا إلى هذه التقاليد أنا أعتبره من قمة الضيافة، من قمة العناية بتراثنا بجميع صوره وأشكاله. الشكر لك أبا محمد على حسن الاستقبال والضيافة، والشكر للعم عودة على حضوره ومشاركته، الشكر للأبناء الذين يحضرون ويشاركون في تقديم هذه المائدة، وأيضا نقل هذه التقاليد للأجيال القادمة. وأنا أشكرك حقيقة من القلب.